وعقب انتهاء الاحتفال التقى السيد الرئيس بالسادة الحضور. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا هقول مقدمة صغيرة خالص، أقول لكم حاجة. هي أزمة أولويات من الأول خالص، من 2013. هي أزمة أولويات من الدولة تجاه مسارها. هو احنا بنتكلم على تأجيل التحرك ولا تأجيل نتائج أو تحمل نتائج التحرك؟ يعني إيه؟ يا ترى كنا احنا في 2013 ممكن نتحمل الأوضاع اللي كانت موجودة في الدولة في الفترة دي كلها ونقول أولوياتنا حاجة تانية اختلفنا أو اجتمعنا عليها، لكن نقول إيه؟ ما احنا مش هنتحرك في أي قطاع من القطاعات اللي كانت الدولة ما عايزة ونتحمل. طب هو السؤال، هو كانت الناس مستعدية تتحمل لفخامة الرئيس؟ طب نقدر نعمل صناعة من غير ما يكون عندنا طاقة لها، سواء كان كهرباء أو غاز؟ لا. هل كان ممكن تحمل المرحلة اللي هي من غير الانطلاق اللي احنا تحركنا بيه ده، ولا نتحمل نتائج التحرك؟ انا شفت ان احنا نتحمل نتائج التحرك. هنتحرك وهيبقى فيه ايه؟ هيبقى فيه مشاكل نستحملها. هو كان ممكن الرأي العام يتحمل ده قبل كده؟ ده معناه ان في حصل تطور كبير جدا في صلابة الانسان المصري، ما بقاش بالشكل اللي كان من 20-30 سنة قبل كده. وبالتالي اللي انا عايز اقوله هنا ايه؟ يا ترى كان الاولويات اللي احنا اتحركنا بيها ونتائجها اللي احنا فيها كانت ممكن تتأجل ويبقى التحرك حاجة تانية، او نفضل على حالنا؟ انا كان تقديري ان الناس، ولما دكتور شاكر موجود معانا ولما جه بقول له الكهرباء لازم تتحل في 2015-2016، قلت له السنة الجاية. يعني في دول قعدت مشكلة الكهرباء فيها لغاية دلوقتي بقى 30-40 سنة. ليه؟ هم مشوا بمسار تاني، أولويات أخرى. في ناس كده، فيش الشعوب. بالمناسبة لما أنا بتكلم على إن الأزمة اللي موجودة عندنا مش فكرة أبدا توصيفها، ولكن فكرة حلها بما يتسق مع طبيعة ظروفنا. فأنت النهاردة عايز تقول إن كان ممكن قوي النتائج أو الظروف اللي كانت موجودة ديت ممكن نتحملها؟ يعني أنتوا كنتوا ممكن المصريين يستحملوا عمليات إرهابية ضد الدولة المصرية عشان ما نصرفش 120 مليار جنيه؟ والكلام ده أنا قلته لكم وقلته كتير قبل كده. قلت دولة زي مصر عايزة أرقام كبيرة جدا للإنفاق عليها، والأرقام دي مش موجودة. قدامنا مسار من اتنين كمصريين، يا نفضل نضحي لغاية لما نصل لأرقام ترضينا وتكفينا كلنا، يا إما مش هنستحمل، لا هتبقى لينا ولا لأولادنا، ويبقى احنا تسببنا في خرابها كلنا. بكلم ده للمفكر والمثقف والإعلامي وللمسؤول حتى في الدولة، لأي وزير ولأي محافظ لأي حد. ما لو انت ما خدتش بالك الموضوع هيبقى ترتب عليه مشكلة كبيرة جدا كلنا هندفع ثمنها، واللي اتعمل في بلدنا حرام يضيع مننا. ربنا سبحانه وتعالى عنا في ظل ظروف لا يمكن أبدا لدولة زي حالتنا تعمل اللي عملته، ما تقدرش. ليه؟ انت عندك عدد كتير من الناس ومواردك محدودة جدا، وانت متصور ان يعني ايه ان الموارد دي تكفي كل شيء. لا. طب احنا زدنا 26 مليون النهاردة من 2011 للنهاردة، هو ده رقم ملوش تأثير؟ ملوش مطالب في كل شيء في كل قطاع؟ فأنا بقول الأول، يا ترى هل هي كانت أزمة أولويات؟ لا. بس أنا بتكلم كراصد لرأي عام في مصر وقدرته على التحمل بعد فترة صعبة مرت في قبلها، ثم في 2011 و12 و13، ويعني ما عندوش أمل وعنده حالة إحباط كبيرة، وكان التفجيرات في كل مكان والناس حاسة إن البلد بتضيع. فأنت كنت عايز
تقفز بيهم من الحالة المعنوية وحالة الإحباط وعدم الثقة لحالة تانية. الأمور كانت ماشية كويس بجد لغاية 2020، وكان معدل النمو يعني أكتر من 6%، مش كده يا دكتور؟ و 6% مش لفئة لطبقة، لا أنت بتتكلم لكتلة، الكتلة الغلبة اللي هي الناس اللي احنا بنستهدفها دايما اللي هو الغلبان. أنت عايز أنت أي حد، أي حكومة، أي مسؤول عينه على مين؟ عينه أبدا مش على الرجل المستور أو الأسرة الغنية، لأنها تقدر تحل المسألة حتى لو كانت بتعاني شوية. لكن الغلبان ده يطحن في الأرض، هيجيب منين؟ هيجيب منين؟ يصرف ازاي؟ يودي ولاده مدرسة ازاي؟ يأكلهم ازاي؟ يدفع كهرباء ومية ويجيب لبس ازاي لما الدنيا تبقى صعبة كده؟ فالفكرة كلها ما كانتش أبدا أزمة أولويات، لا، الموضوع كان واضح إن لابد إن الدولة دي تتماسك بأسرع ما يمكن. لكن خلي بالكم، لو حليت أزمة الدولار فيك يا مصر ولا يهمني أي حاجة تاني. الأزمة دي إيجابيتها حاجة واحدة بس، فرض الحل علينا إن إحنا لازم نحل مسألة الدولار بشكل إيه بقى؟ نهائي. يعني المطلوب إن إحنا في مدة زمنية قليلة نصل بمعدلات تصديرنا ومعدلات التصنيع داخل مصر لمعادلة تخلي إن حجم الدولار المتاح بشكل طبيعي سلس، يبقى يكفي الإنفاق على هذا الاستيراد. أنا قلت قبل كده إحنا عايزين 100 مليار دولار صادرات من 4 سنين. طيب عملنا كده؟ لا. الناس بقت تستسهل، رجال الأعمال، إن الكل كان بيفضل إن هو يجيب من بره على إن هو ينتج. طالما الدولار متاح هفضل ده ولا أخش في حراك وجهد كبير جدا عشان أخلي المنتج ده في مصر. ده اللي حصل الفترة اللي فاتت. هديكم مثال على مثلا في السلع الأساسية. احنا من 3 سنين قلنا ان احنا رايحين على تقريبا 3-4 مليون فدان يكونوا داخلين للإنتاج، ولا عايز تقول لي ايه؟ لا طبعا حضرتك بتقول لو تسمح لي، يعني ان اتفضل. 4 مليون فدان يعني متوسط تكلفه الاستصلاح بس والبنيه، احنا بنتكلم في 250 او 300 الف، فما بالنا الرقم ده يمثل زي ما حضرتك قلت تحديات كبيره. الحاجه الثانيه ان الاستصلاح كمان مساله الميه، لما نعمل مصادر ميه ونلجا الى 3 محطات لمعالجه مياه الصرف الزراعي سواء المحسمه مليون او معالجه مصرف بحر البقر 5.6 او الحمام اللي هي 7.5 أو 8، دي ارقام خياليه. معظم دول العالم ما فيش دول بتصلح اراضي، دول العالم بتفقد اراضي كتير بسبب التصحر والتدهور وتدهور التربه والتغيرات المناخيه. يمكن احنا من الدول القلائل اللي لجأنا الى مساله استصلاح الاراضي وزراعتها. 4 مليون فدان يضافوا الى الرقعه الزراعيه قد تعادل اكثر من 60 الى 70% من الارض القديمه. وبالتالي كمان حتى يمكن زي ما سيادتك قلت قبل كده ان الزراعه في الاراضي الجديده عباره عن زراعه بتكنولوجيا جديده وزراعه بتتغلب على مشكله التفتت الحيازي، وتقدر نرسم لها السياسات الزراعيه وبنحقق انتاجيه. لو ما كناش خدنا مثل هذه الاجراءات زي ما حضرتك قلت، الاولويات، فقه الاولويات، لنا كلنا جميعا ان نتخيل لو كنا ما عملناش هذا الاجراء والتوسع فيه وخدنا محاور كثيره في الزراعه، كان زماننا عاملين ايه في ازمه كورونا لما العالم كله بقى يعاني من نقص الغذاء. دول كثيره جدا اثبتت ان المال وحده لا يكفي لتحقيق الامن الغذائي. احنا يمكن من الدول القلائل اللي السلع ممكن تكون اتحركت لكن متاحه، كانت موجوده. احنا ما حسناش في فتره كورونا او ما بعدها بنقص في السلع الاساسيه او السلع الغذائيه. المحاور اللي خدناها دي، احنا كمان محور الصوامع، لو ما كناش خدنا هذا الاجراء ما كناش قدرنا نزود الاحتياطي بتاعنا، نقدر في ظروف لما توقفت فيه سلاسل الامداد والتوريد ما كناش نقدر يبقى عندنا احتياطي يقضي 5-6 شهور. واجرى حوارا مفتوحا مع عدد من الاعلاميين، تناول خلاله جميع المستجدات على جميع الساحات الدولية والإقليمية والداخلية. سيادة الرئيس،
حقيقة مصر في تاريخها المعاصر والقديم لم تواجه تحديات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية كما تواجه الآن. آخر مشكلة هي مشكلة أرض الصومال، وسيادتك اتكلمت كلام واضح بهذا الأمر، لأن هذا يمس أمننا القومي وأمننا المصري وأمن دولة عربية هي عضو في الجامعة العربية. في نفس الوقت ما زالت الأزمة السودانية تراوح مكانها والصراع مستمر. الليبيين رغم سيادتك وجهت أكثر من اتجاه، ما زال حتى الآن الفرقة موجودة. حيثك اتكلمت في القمة العربية الإسلامية وحذرت من توسعة الحرب، لأن ذلك سيغير المعادلة نهائيا في المنطقة. أين نحن الآن؟ شكرا جزيلا. توسيع الحرب أنا إحنا بنبذل جهد كبير جدا جدا جدا، لأن إحنا أنا بطبيعة الحال مش من مصلحة المنطقة بتاعتنا أنها تدخل أبدا في اقتتال في أي حتة، ليبيا كان، السودان، أي حتة تانية. وديكوا شفتوا النتائج بتاعتها بتبقى عاملة زي علينا كلنا. فإحنا بطبيعة الحال حريصين على أن إحنا نكون عامل يعمل دايما على إطفاء الحرائق وليس إشعالها. فتوسيع الحرب إحنا بنسعى دائما على أن هي ما يتمش. الشكل النتائج بتاعت الأربع شهور أنهكت الجميع، أنهكت قاسية على الجميع، وبنبعت رسائل للجميع إن مهم أو إن إحنا الأمور ما تخرجش عن السيطرة أكتر من كده. في السودان بنبذل جهدنا وفي ليبيا بنبذل جهدنا، ومع الصومال إحنا قلنا إيه؟ هفكركم أنا قلت يا جماعة إحنا مع أي عمل دبلوماسي واتفاق بين أثيوبيا وما بين الدول الجوار اللي هم الصومال وأريتريا وجيبوتي وكينيا. كل الدول دي لها موانئ سواء كان على المحيط أو على البحر الأحمر، وبالتالي وهي بتصدر وبتستورد عن طريق جيبوتي، وتقدر عن طريق كينيا، وممكن عن طريق الصومال، وممكن عن طريق أريتريا. فخشوا في اتفاقات من دي. وهم هم السنين اللي فات دول شغالين ازاي؟ ما هو شغالين كده. انا بس عايز اسال سؤال خارجي في السياسه الخارجيه. حضرتك تفضلت انه المؤامرات اللي بتدور حوالينا سواء في فلسطين او في السودان او حتى في الصومال دلوقتي البحر الاحمر كلها في وقت واحد ومش عارفين سببها ايه. هل هي تطور للاحداث وصلتنا لهذه الحاله؟ اللي انت شايفه في العالم كله هو نتاج الحراك ده، في حراك عالمي، وبالتالي انت تداعياته بتمسك بشكل او باخر، تداعي اقتصادي او تداعي امني زي ما تحب، لكن في الاخر التداعيات بتاعت الحراك ده انت مش بتاثر في مصر بس، لا هي متاثره في الدنيا كلها، في العالم كله. اوروبا النهارده عامله ازاي؟ النهارده لو تشوف شرق اسيا واللي بيحصل فيه، اليابان والكورياتين و الفلبين والصين، يعني ده كله هو عبارة عن حراك، وانت جزء من العالم ما تقدرش تنفصل عنه. فلو في أزمة، في أسعار، في مثلا يعني محاولة التأثير على المواصلات بتاعت التجارة دي بيبقى ليها تداعيات اقتصادية، والأسعار بترتفع، وسلاسل الإمداد بتتعثر زي ما حصلت في 2020 كده مع كورونا. طب ما هو ده التداعي ده انت يعني جالك منه تأثير سلبي وقدرت تستوعبه. لكن كمان بعد ما كورونا ما جت التداعي استمر في حاجة تانية بأزمة أخرى، الأزمة الروسية الأوكرانية، وسلاسل الإمداد تعثرت بشكل تاني، والمنتجات ارتفعت أسعارها بشكل تاني، فأنت برضو تأثرت. ثم النهاردة الأزمة اللي موجودة أزمة غزة والتداعيات بتاعتها، وبنتمنى أن الموضوع ينتهي على كده وما يوصلش به لتداعيات أكتر، ونجد أن الموضوع ده بيتجه إلى الشمال في اتجاه لبنان، والأزمة تكبر أكتر من الواقع اللي احنا موجودين فيه كده، عشان نقدر يعني عشان نقدر نستوعب ونقدر. احنا بنبذل جهد كبير جدا عشان نحاول نصل إلى وقف إطلاق نار حتى نلملم
الموقف الصعب في غزة، والرهائن يتم إطلاقهم، والسجناء يتم إطلاقهم، ونخش في مرحلة جديدة بتاعت الإعمار ما بعد الحرب يعني. ده النص الأولاني من يبقى إذا نحن كدولة كجزء من العالم بنتأثر بالحراك اللي موجود في العالم لتشكيل عالم جديد. أنا قلت في الخطاب أو بقولها دلوقتي يعني، هو معكم أينما كنتم، هو معكم أينما كنتم. فإذا كنا مصدقين هو مطلع وشايف، هو مطلع وشايف، وهو يسمع ويرى، وإحنا بنقول له يا رب ما تحرمناش من فضلك، إحنا مش فاهمين كل حاجة، أنت العلام علام الغيوب يفعل ما يشاء. كل سنة وانتم طيبين، متشكرين.